الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به، والسر فيما يسن الإصرار به. ذكر بعض أهل العلم كالبرداوي وغيره أن هذا خاص بسنن الأفعال وليس في سنن الأقوال، فعل الجهر أو الإصرار هذا من الفعل وليس من القول، لكن ما يفرق يعني سوينا من الأفعال وسوينا من الأقوال، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. على كل حال يقول الجهر بالقراءة للإمام فيما يسن الجهر به، اللي هي صلاة الجهرية، أن يجهر في الصلاة الجهرية وأن يسر في الصلاة السرية، يعني يسر في الظهر والعصر ويجهر في الفجر والمغرب والعشاء، وهكذا كل صلاة يجهر بها يسن له أن يجهر، وكل صلاة يسر بها يسن له أن يسر. لو جهر في السرية، لو صليت خلف إمام وبدأ صلاة الظهر قرأ جهرا، أو صليت خلفه المغرب وأسر بالقراءة، فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز أن يسر بالجهرية أو يجهر بالسرية، خاصة إذا قصد بذلك التعليم، قصد أن يعلم الناس. وقد ذكر عن بعض المشايخ حفظهم رحمه الله تبارك وتعالى أنه أسر صلاة المغرب متعمدا، فصاروا يسبحون، يقول سبحان الله سبحان الله، يظن أنه نسي وهو متعمد حتى أتم الصلاة، فقال له الشيخ ما قرأت؟ قال متعمد، حتى تعلموا أنها سنة. لا شك أنه عندما يحدث الإنسان بشيء غير لما يفعل، لما يفعل تثبت المعلومة أكثر، فيجوز الإنسان يجهر في السرية ويجوز له أن يسر في الجهرية. هذا بالنسبة لصلاة الجماعة، لو كنت منفردا كذلك، لو جهرت في سنة الظهر أو أسررت في سنة المغرب أو في قيام الليل كل هذا جائز. نعم.